صندوق أخبار. السلام عليكم ورحمة الله. أقدم مجموعة من الأشخاص كانوا مدججين بأسلحة بيضاء أمس السبت على اعتراض سبيل سيارة للنقل المدرسي أمام الثانوية الإعدادية بويا عمر بجماعات دائرة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة. وأفاد المصدر أن الأشخاص المدججين بالسيوف طالبوا سائق سيارة النقل المدرسي بالتوقف من أجل انزال تلميذ بسبب خصومة سابقة جرت بينهم وبين تلميذ آخر، ليعمد المتورط إلى تكسير نوافذ واجهة السيارة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد.